يكون معكم أهل الشباب أهل النساء إخوة مرشحين يعني الانتخابات إخوة وأخوات للمراكز عند الحزب إخوة والأخوات اللي التحقوا بالحزب مرحبا بكم فرحانين باش الحزب الصفوف ديال النساء يعني تعزز بأشخاص مثلكم وأنا جيت فرح يكون في هذه المنطقة اللي الحمد لله جيتي غير ما مرة باش نتبع هادشي ديال المبرزون والكول اللي كاين في المنطقة شفت مع السيد الرئيس وحتى هو تبارك الله كان كيواكب معايا هاد المسار كله وهذا واحد العمل اللي هو جدي وكبير ومسهل العملية للناس أنه الحمد لله توفقنا اليوم يعني الانسان الى دار شاف واحد العدد ديال المصانع واحد العدد باقي الخير امام يعني باقي الخير امام لان جات لابونديمي حبسات يعني الحركه شويه ولكن من بعد لابونديمي غادي يكون احسن ان شاء الله. اذا هي منطقه عندها مؤهلات كبيره منطقه اللي كتصدر الامريكا وتصدر اوروبا وتصدر واحد العدد ديال المناطق فيها رجالات اللي هما تبارك الله كبار ماشي يوقفوا على الفلاحه ديالهم كاين صناعات كذلك اللي هي يعني خفيفه ولكن موجوده في المنطقه ولكن بالخصوص كاين رجال النساء كيحبوا منطقتهم واللي معروفين بالعمل والمعقول فلهذا انا كنضطر بس ما طابت بها في المنطقه ما طابت فيها برجالها والنساء ديالها لانه كنعرف بانه يعني الاطار السفري هو تقريبا نفس الشيء ك الذكره ديال اللي عندنا هو اللي كاين عندكم انكم بغيتوا نحسن من منطقتكم اش نقول لكم انا فقط جيت باش نقول لكم انه فرحان يعني الناس اللي التحقوا بنا لانه الحزب عنده جاذبيه الحزب الناس بغاو بديل بغاو الناس اللي كتشتغل ماشي بغاو هكداك عندي 5 سنين ديال الخدمه وشافوا التحولات وشافوا القطاعات وشافوا لا بون غوفرنونس يعني التيار كيفاش عمل في القطاعات اللي كيسيروها وزارة الاحرار شافوا العمل المدني شافوا بان ما جالسينش في البعض حنا دائما في المناطق اللي كاينين شافوا بانه حزب فيه الاوفياء فيه الناس اللي هما يعني بحالكم حنا ديجونس كل شيء الناس اللي داخل الحي ساكن واللي كنقولوا كلمه كنوفوا بها واللي بيضه كنقولوا بيضه واللي كحله كنقولوا كحله واللي قدرنا نقولوها كنقولوها يعني اللي قدرنا نديوها كنديوها واللي ما قدرناش عليها نقولوا ما نقدروش عليها دونك حنا سي تري سامبل يعني ما كاينش شي حاجه وحزب اللي بغى الخير للاخر بغى يدفع الاخر باش ينجح واخا يكون معاه تحت منه ولا فوق منه ليسونسيال انه شي كيجبد شي باش يكون واحد لاسونسور باش الحمد لله تكون الامنيه والتقيه ديال العنصر البشري الحرار جاب حزب جاب عفوا البرنامج اللي هو كبير اللي هو برنامج الاحرار اللي فيه 5 الالتزامات اللي هي كبرى التغطيه الاجتماعيه الاشكاليه ديال الصحه التمدرس والتعليم مليون منصب شغل 5 سنوات مقبلة وعلاقة سليمة بين الإدارة وبين المواطنين هادو يعني ما فيهمش شي حاجة اللي هي معقدة هادو هما المشاكل ديال الناس وفيهم واحد العدد ديال المشاكل الداخل اللي هما مرتبطين بهذيك الكلمة ديال الحضارة ديال المغاربة كيقول لك حنا حضوريين ولا هذا
كتبقى مرتبطه بالصحه والتعليم بعد لي سيرفيس نهار اللي يحتاج الصحه باش والديه يدخلوا للسبيطار ما لقاوش كيفاش يدخلوا او لا لانه ولدو ما قراوش اللغه اذا ما لقاش الخدمه فين يدخل فين يخدم او لا او لا او لا فهذو كلهم كيهموا العنصر البشري وحنا خدينا تعهد بانه في هذه القطاعات الخمسه حنا مستعدين باش نسجلوا يعني البرامج اولا التوجهات القوى ديال صاحب الجلاله نزلوا البرامج ديالنا عندنا من الرجال والنساء ما هم قادرين على التنزيل ديال هذه البرامج اذا هذا الشيء يوصلوا للسكينه لان السكينه عارفه شكون هذا وشكون الاخر وعارفين شكون اللي معقول وشكون اللي معقول وعارفين شكون اللي قادر وشكون اللي ما قادرش يعني انا مطمئن في الاختيارات اللي غادي يكونوا عندنا المواطنين ان شاء الله وسمحوا لي انا قلتها في واحد الاجتماع دابا كنا فيه اللي كنت في صباح الناظور حزب بكل ديمقراطيه وشفافيه اختار شاب رئيس ديال الفيدراليه ديال الشباب اللي هو سي تحتح هو اللي غادي يكون برلماني برافو عليهم ما جا حتى شي واحد اللي باراشيتي صديقي خليتو ولد بلادكم ناجح عامل عمل كبير في التنزيل ديال مخطط المغرب الاخضر وفي الاداره ديال واحد الوزاره اللي فيها تقريبا 17 عام ديال العامل وبيد من حديد وكينزل معايا البرامج ديال مخطط المغرب الاخضر بجيل جديد جيل اخضر جينا الوجدة خدينا كذلك شاب حتى هو اقل من 40 سنة معروف في الرياضة معروف في المجتمع المدني في وجدة مقاوم ناجح وابنه عائلة كبيرة سي هو وزيد 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 كاين قصيد قلبية الشاب حتى هو اللي هو ناجح واللي كيعمل الخير مع الناس دونك هادو هما يعني لي كونديدا ديالنا وحنا ما يمكنش نغلطوا الناس وحنا جايبين الناس اللي عندهم يعني تاريخ ومعروفين بانهم يقدروا سميتو وانا متيقن انا بحال دابا السيد الرئيس ديال الجماعه هنا انا كنعرفو هادي 14 عام ياك 14 عام اللي جينا المره الاولى مع سيدنا هنا في التوقيع ديال الخيمه ما كاينك ساعه ما كاين والو ما تبدلش الى الان ضحك مسهل معاون الناس باغي هذاك البرنامج ما عمر سمعت شي مشكل جا من الجماعه وفرحان وكيقلب على المستثمرين وهذا هذا هو الرجال اللي خصنا حنا بغينا الرجال والنساء اللي يعاونوا الناس لانه الناس في حاجه يعني الى الحل ديال المشاكل ديالهم دونك خص اللي يتصل فيهم ويحل لهم المشاكل على الاقل اذا ما قدرش يحل المشاكل يتصنت ولكن الا كنا مجموعه انتم في الكوميون ولا اللي في الكونسيل بروفونسيال ولا اللي في الجهه او اللي في البلديه او هذا وكانت كانت واحد الحكومه اللي هي قويه فيها الناس ديالكم وزيد 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 غادي يكون واحد ان شاء الله واحد لونفيرمون يعني اللي غادي يكون جد ايجابي باش نقدروا نحلوا المشاكل ديال الناس ونقدروا نجاوبوا معكم وتبدا تطلع فورماسيون تيغون تعاود ترجع عندكم مشاريع نتمنى انا اللي نتمنى لهذه المنطقه هي مشاريع كثيرة وكثيرة كثيرة إن شاء الله تشغل ولاد الغابة واللي تحل المشاكل ديال الشباب وحنا مستعدين أنها نديروا الجو الملائم ديال الثقة وبلادنا يعني بغات الثقة في الاستثمار بغات الثقة في المحاور السياسي بغات الثقة في المسؤول السياسي لأنه هذا وقت أخر وقت ديال العمل وقت ديال لغة خباج ديال نحيدوا ذاك الوقت الضائع اللي مشى في الكوفيد مشى في حوايج اخرى من قبل من الكوفيد وحنا مستعدين لانه كنخدموا يعني ماشي فقط بالعقل ديالنا بالمسار ديالنا واللي كنقول المسار هو الحب ديال الوطن وديال المواطنين وان شاء الله ما غادي يكون غادي نرجع عندكم هنا في وقت الحمله ان شاء الله الكبيره في المنطقه ديال الشرقيه وغادي يكونوا النتائج مزيانين توقوا فيا الا بقيتوا غاديين بفرقه ما بديوش اغلاط وغادي تمشيو ان شاء الله للمستقبل كي تكونوا فائزين ان شاء الله شكرا.
قاسم حسين، رجل أعمال ومناضل بحزب تجمع الأحرار بإقليم بركان، ومرشح في الاستحقاقات المقبلة بجامعة العتامنة. اليوم الجوج غشت 2021 كنعرفوا واحد يعني واحد ليفينمون يعني جد رائع، أنه الاستقبال ديال السيد الأمين العام للحزب ديالنا السيد الرئيس عزيز أخنوش، واللي هادشي كيتزامن من بعد الزيارة نتاعو لإقليم الناظور اللي كانت الامس. اليوم جوج غشت 2021 كانت تواجدوا اليوم بجامعه مداخ، اللي هي محطه من المحطات اللي كيدوز منها الرئيس، واللي كتشمل واحد عده جامعات اللي حاضرين معنا اليوم. اللي حاضرين معنا اليوم هما المرشحين ديال هذا الحزب العريق، ديال هذا الحزب اللي كنتمنوا له التوفيق ان شاء الله في هذه الاستحقاقات الجايه. والحمد لله يعني احنا في اقليم بركان يعني بعد القدوم ديال المرشح ديالنا ان شاء الله اللي يكون الوكيل لائحه السيد محمد الصديقي، اللي منذ 2018 وهو يعني كيتواجد معنا في الميدان، وكنحاولوا ننظموا الصفوف ديالنا، وكنحاولوا نخدموا بواحد طرق علميه وتقنيه، وكنحاولوا اننا يعني نختاروا يعني ماشي نعمروا الدوائر، ولا كما نقولوا نختاروا المرشحين تاعنا ان شاء الله اللي يمثلونا، ولا اننا كنختاروا هاد المرشحين على العتيق ديالنا باش انهم غادي يكونوا يمثلوا هاد يعني المواطنين ديالنا على احسن تمثيل. والحمد لله كنتمنوا التوفيق للحزب التجمع الوطني الاحرار على الصعيد الوطني، وحنايا في اقليم بركان ان شاء الله غادي نكونوا على الموعد، وانه لا الموعد ديالنا ما كيكملش غير في الاستحقاقات، لانه ان شاء الله نتمنوا النجاح لجميع المرشحين تاعنا اذا ممكن، ولكن العتق ديالنا والمسؤوليه اللي كتسنانا هي ديك الفتره اللي غادي يعطيها لنا المواطن، واللي غادي يدير فينا الثقه، واللي غادي خصنا نخرجوا يعني كما نقولوا هذا التغيير وهذا البرنامج الحمد لله اللي حطوا السيد الرئيس وحطوا الحزب التجمع الوطني الاحرار، اللي هو البرنامج يعني فريد من نوعه، ماشي شي برنامج ديال الافكار ولكن برنامج الارقام. وهذا البرنامج اللي حنايا يعني كمواطنين كدرجه اولى اقتنعنا به قبل ما نكونوا مناضلين ديال الحزب، ولانه كنشوفوا بانه كيمس واحد التغيير في الحياه الاجتماعيه على الصعيد الوطني وعلى جميع الفئات ديال المجتمع. والحمد لله حنا كنتمنوا التوفيق السيد الرئيس في المهمه نتاعو، وحنا رحنا موراه، وان شاء الله غادي كما نقولوا نحملوا المشعل، وحنا خصنا نديروا اليد في اليد، لانه كل واحد من جهته وكل واحد من بلاده، راه حنايا الا ما تحركناش باش نغيروا بلادنا راه ما كاينش اللي غادي يغيرها من غيرنا. ونتمنوا حنايا التوفيق للناس المرشحين ديالنا ديال الغرف المهنيه، واللي بالاحرى كتزامن زياره الرئيس مع الفتره ديال الحمله نتاعهم وديال الاستحقاقات اللي غادي تكون قريبه ان شاء الله في 6 غشت، وان هذه الزياره غادي تعطيهم الا اصرار وثقه، وكما نقولوا طموح انهم كما نقولوا فواحد الحزب اللي يعني واحد الحزب اللي حنايا كعائله واللي كندعموا بعضنا البعض. ونتمنوا لهم التوفيق تاهما في النجاح ان شاء الله، والله يحفظ بلادنا من هذا الوباء ان شاء الله، والله يرفع علينا، وشكرا جزيلا يا ربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.